في عنا أربع أنواع رئيسية من Power Electronic Circuits. هلأ ممكن في أنواع تانية تشوفوا بعض كتب بتصنفهم لخمس أنواع أو ست أنواع. أنا بعتقد لو صنفناهم لأربع أنواع نغطي معظم الأنواع اللي ممكن. إذن عندنا بشكل رئيسي أول أحد أشهرها اللي هو الـ AC to DC. والـ AC to DC إحنا بنسميه Rectifier. عم ناخذ الـ AC Source اللي بنتقل ونقل الانرجي كله عندنا هو AC. لما بتنتقل تتولد الطاقة AC تنتقل AC توصلني على البيت أو على المصنع AC. في بعض أحيان بدي أحولها لـ DC عشان أستعملها. والـ Rectifiers نوعين Controlled Uncontrolled. أبسط أنواع الريكتيفايرز Half-wave استخدمنا هون. هذا Uncontrolled لأنه أنا ما بقدر أتحكم بهذا الدايود. مظبوط الدايود هذا راح يفتح راح يعمل Conduction حسب الفيز حسب الفولتج اللي جاي منه. هذا النوع اللي نسميه uncontrolled. في انواع راح تصير controlled راح اقدر اتحكم بامتى هذا الكومبوننت بيسكر وامتى هذا الكومبوننت بيفتح. طبعا اللود هذا ممكن يكون انواع من اللود. ممكن يكون ريزيستيف لود, ممكن يكون اندكتيف لود. مظبوط. ايش يعني اندكتيف لود؟ عاده بيكون اندكتيف لود ما بيكون بيور اندكتر, بيكون اندكتر مع ريزيستر. ممكن يكون heavily inductive load. رح نحكي شو يعني heavily inductive load. ممكن يكون capacitive load مثلا. هكذا انواع مختلفة من اللودز من هون. اما اللي بعمل rectification وعندنا انواع اخرى من الريكتيفايرز. مثلا ممكن يكون عندي 3 phase rectifier. هاي مثال على 3 phase rectifier. وين بنشوف 3 phase circuits؟ وين بنشوف 3 phase supply؟ في مصنع مثلا. رحنا على مصنع, عادة المصنع مثلا بنزوده بسبب الـ high power demand اللي موجود في مصنع. الـ supply بيكون عنده 3 phase مش single phase من هون. فهون عمالة نعمل rectification الـ 3 phase supply باستعمال 6 diodes. هذا controlled ولا uncontrolled؟ uncontrolled. ما بقدر اتحكم انا بالستيتس تبعت الدايودز. الستيتس تبعتهم رح تتحدد حسب الفولتج ويف فورمز اللي موجوده هون وهل هو فورورد بايست او ريفرس بايست في اي لحظه. اذا الاي سي تو دي سي ريكتيفاير مستعملها كثير التطبيقات تبعتها. مثلا الادابتر تبع اللابتوب تبعك, مع انه طبعا هو في اشياء ثانيه اخرى واعقد بكثير من مجرد اي سي تو دي سي, لكن احد الستيجز اللي موجوده فيه ما بناسبني استعمل اي سي, بدي استعمل دي سي في الالكترونيك سيركتس. ما بدي احول من اي سي لدي سي. لو بدي اشحن بطاريه بدي احول الاي سي سبلاي الى دي سي سبلاي ولذلك هذا. وطبعا بدي اعملها كنترول او كنترول حسب التطبيق تبعي. انا هل انا مهتم اني اغير الليفل تبع الدي سي؟ فهون حولنا طريقتين, يعني حولنا مرحلتين, حولنا الاي سي لدي سي وبعدين كنا نتحكم بالامبليتود تبع الدي سي. اذا عندي كنترول حققنا الانرجي كونفرجن. هاي الكتريكال انرجي كونفرجن. مظبوط. استعملنا الكترونيك كومبوننتس والكومبوننتس هاي عم تعمل سويتشنج. هذا عم بيعمل سويتشنج دايود له تو ستيتس, بس له تو ستيتس. ما في ستيت بتقول انا نص كوندكتنج. اوكي, هي باي لحظه من اللحظات يا راح يكون اون راح يكون اوف. حققنا الانرجي كونفرجن, حولنا الفولتج من هون من اي سي لدي سي, وممكن حتى حولنا كمان هون ليفل الدي سي. الافرج تبع الدي سي بيتغير. النوع الثاني من السيركتس اللي هو العكس اللي هو دي سي واي سي. ولانه احنا عكسنا العمليه هاي شائع انه نسميها هذه انفرتر. مثال بسيط على انفرتر, لو انا عندي مثلا لو عندنا بطاريه سياره استعملنا ايش هذا بيشبه؟ ايش هذا الكومبوننت بيشبه؟ شفتوه بيشبه البي جي تي لكنه له انسوليتد جيت. هذا بنسميه اي جي بي تي. لو استعملت أربعة IGBTs
اي تي سي. وين الاوتبوت هتطلع معي؟ هاي اللود. فهذا اللود اللي بدي اعطيه، ايش لازم يطلع عندي هون بين التو تيرمينالز؟ ايش دخل عندي هون؟ دي سي. ايش لازم يطلع معي هون؟ اي سي. كيف بتحقق الاي سي؟ بدي اعمل سويتشنج كمان نفس الشيء سويتشنج. فهذول رح يكون لهم تو ستيتس، رح يكون هذا يا اون يا اوف ات اني ون بوينت تايم. على ايش بعتمد الستيتس تبعته؟ مين اللي بحدده؟ انا بحدده من هون. اذا انا بتحكم فيه من هون، بتحكم في هذول الكومبوننت. هذول بامكاننا نفكرهم، مش احنا هذول سويتشنج سويتشز، بامكاني افكر بكل واحد من هذول كانه هو مش ميكانيكال سويتش، بس انا بقدر ارسمه كميكانيكال سويتش وطالع منه خط مقطع. ونفس الشيء هون، ايش يعني الخط المقطع اللي رايح لنقطة؟ كانه ايش بمثل هذا؟ انه الكنترول، الطريقه اللي بتحكم فيها بهذا السويتش. بسكر السويتش وبفتحه، فبقدر ارسمهم بهذا الشكل. هو مش ميكانيكال سويتش، ما راح الحق. لو بدي اعمل ميكانيكال سويتش، ايش قلنا مشكله الميكانيكال سويتش؟ البطء تبعه. ونفس الشيء من هون، هذا بقدر اتحكم فيه بهذه الطريقه، فكانه ميكانيكال سويتش. هذا بيشبه على فكره دائره انتم بتستعملوها اسمها الاتش بريدج. في حد عمره استعمل شيء اسمه اتش بريدج؟ اتش بريدج بامكاننا نستعمله، بيجي ككومبوننت كامل. ما يغرك اني انا رسمته هيك تفكره ميكانيكال سويتش، انا بس راسمه هون حتى توصل لك الفكره انه هذا بيكون الستيتس تبعته يا اون يا اوف. انا ما بقدر هذا احققه ميكانيكال سويتش واعمل سويتشنج هاي فريكونسي سويتشنج، لانه سرعه الميكانيكال سويتش بطيئه. بس احيانا احنا بنحب نرسمه بهذا الشكل حتى نفهم شو اللي عماله بصير، انه سكرت هذا السويتش، سكرت هذا السويتش مثلا، وهكذا. هذه هون عندي، هذا ابسط انواع الانفرترز، هذا سنجل فيز انفرتر. عم باخذ هون من دي سي وبحوله ل اي سي. ايش عندنا انواع ثانيه؟ دي سي. النوع الثالث راح يكون عندي دي سي تو دي سي. بالحاله هاي راح يضل هو دي سي، بس انا عمالي بحول من فولتج ليفل لفولتج ليفل ثاني. ولاحظ هون بامكاني ارفع الدي سي او انزل الدي سي. ماشي، هذا ما بتعارض، ما في تناقض. في تناقض؟ في تناقض مع مبدا حفظ الطاقه اذا انا رفعت الدي سي؟ لا. في طلاب مرات بيستغرب، بقول لي دكتور كيف انا بدي ارفع من 12 فولت ل 18 فولت؟ يجي بقول لي تنزل الكرنت، ما في مشكله، بقدر اعمل زي هيك. اذا احنا هون بدون ما امر على فكره في اي سي، هاي النقطه المهمه. انا ما راح اعمل دي سي لاي سي وبعدين اي سي واحطه في ترانسفورمر وارفعه وبعدين ارد انزل ارد اعمل له ريكتيفيكيشن. هذا مش المقصود في دي سي تو دي سي. هذاك راح يكون دي سي تو اي سي، اي سي تو دي سي. احنا هون مباشره ان وان ستيج بدنا نحول من دي سي لدي سي. يعني لنفترض انا اجيت اعطيتك مثلا هاي اللي رايحين على الفوتوفولتايك مثلا. لو كانت هاي مثلا 92 فولت دي سي وانا بدي احولها مثلا ل 150 فولت دي سي، هل في دائره باور الكترونيك سيركت تعمل سويتشنج اقدر اخذ من هون منها مثلا 150 فولت دي سي ان وان ستيج؟ في، اسمها بوست كونفرتر. اوكي، ممكن اعمل باك كونفرتر. باك كونفرتر انزل الفولتج مثلا، الفولتج هون 92 وبدي انزله ل 45 فولت مثلا، ممكن استعمل. فممكن نستعمل اكثر نوع من انواع مختلفه من الدوائر المختلفه. وطبعا في عندي بستعمل البي دبليو ام تشوبر، ففي عندنا الانواع المختلفه. عندنا شيء اسمه ابسط الانواع هي تشوبر، ممكن استعمل حتى انزل الفولتج. في عندنا باك كونفرتر، في بوست كونفرتر. هذول كلهم الهدف منهم انه عندي انا دي سي فولتج هون، والدي سي فولتج هذا راح احوله ل دي سي فولتج بليفل مختلف ان وان ستيج. ما بروح من دي سي لاي سي وبعدين من اي سي لدي سي. اذا هذه هون التحويل من دي سي لدي سي. والمرحله الاخيره اي سي تو اي سي. هذه هون النوع الاول، النوع الثاني، النوع الثالث، والنوع الرابع اللي هو اي سي تو اي سي. بدي احول من اي سي فولتج لاي سي فولتج. ممكن اغير الفريكونسي، ممكن ما اغير الفريكونسي. يعني هون اي سي تو اي سي راح احول فروم 1 فولتج تو انذر فولتج. changing RMS. ليش ما قلت changing average؟ average للدي سي. average للاي سي ايش؟ zero. by definition اذا انا بقول اي سي
اذا انا بس حكيت كلمه اي سي معناها باي ديفينيشن الافرج تبعي زيرو. اذا انا غيرت الار ام اس تبع الفولتج من ليفل لليفل وممكن كمان اند سم تايمز يعني ممكن كمان اغير الفريكونسي. اذا التغيير اي سي لاي سي ممكن اغير عاده راح اغير الفولتج بس كمان ممكن في حالات معينه اغير الفريكونسي بس في مرحله واحده كمان نفس الشيء ما بعمل اي سي تو دي سي وبعدين دي سي تو اي سي هذا صار واحد من الكومبوننتس الثاني. احنا بكل الاربع حالات هاي بنحكي ان وان ستيج عمالي بحول مباشره من اي سي تو دي سي من دي سي تو اي سي من دي سي تو دي سي بمرحله واحده ما بمر في اي سي وهون من اي سي لاي سي ما بمر في دي سي بحول مرحله واحده من اي سي لاي سي. يعني مثلا احد الامثله عليها فرضا عندي ويف فورم زي هيك وغيرت الار ام اس تبعها بحيث انها صار شكلها انا هون رسمته انا قصدي انه هذا نفس الارتفاع هون شو غيرت في الويف فورم الثاني شو اللي تغير في الويف فورم الثاني من الشكل علي صوتي هذا الجزء اللي هون لا انا رسمي سيء هون هذا انا قصدي الرسم هو نفس الويف فورم يعني نفس هاي ونفس هاي من هون اوكي الامبليتيود ضل نفسه والفريكونسي نفسها بس في شيء تغير شايفين القطعه هاي اللي هون شو راح يتاثر هاي القطعه لما بشيلها زي هيك على ايش بطلت كبير ساينيت مزبوط تمام ممتاز هاي برجعنا شو كانت المشكله اللي حكيناها عندنا احد مشاكل الهارمونكس هاي فيها هارمونكس على فكره مش هيك هاي احد مشاكل الهارمونكس بس هل انا غيرت الاي سي هون اول شيء هل غيرت الفريكونسي لا الفريكونسي نفسها فيها هارمونكس بس الفريكونسي الفاندمنتال نفسها شو تغير عندي هون تايم تبع فشو تغير عندي بالويف فور الار ام اس تمام ايش اسمك؟ خالد انت خالد جاوبت المره الماضيه تغير الار ام اس هل تغير الار ام اس؟ تغير الار ام اس لو حسبنا الار ام اس لهي الويف فور راح نلاقي انه الار ام اس لهي الويف فور بيختلف على الار ام اس هو نفسه هو البيك مش البيك مش هيك مش هيك مش اخذته الار ام اس بالسيركتس تمام اذا راح تشوف بعدين راح نحسب الار ام اس انا فعليا لو اطلعت يعني لو جبت هاي الويف فورم حطيتها على لمبه عارفين اللمبات الانكاندسنت مش الفلورسنت هذول الانكاندسنت اللمبات العاديه القديمه هذول لو حطيت هذه الويف فورم وهاي الويف فورم اللي هم نفس الامبليتيود حطيتهم رح تكون شده اضاءه اللمبه نفسها لا رح تكون اخف هون مما هي هون ماشي اذا انا غيرت فعلا الار ام اس اذا هذول الاربع دوائر الاساسيه بنستعملهم في الباور الكترونيك